وسيدة بتسأل كيف يجعل الإسلام شهادة المرأة مساوية لنصف شهادة الرجل، وربما تكون المرأة حاصلة على أعلى الدرجات العلمية والرجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. سؤال طيب من الأخت السائلة. الشهادة هي ما نراه أو نسمعه ثم نعيد روايته، وهو لا يحتاج إلى مستوى علمي معين، ولكنه يحتاج إلى صدق وأمانة نقل. والمرأة بطبيعتها يغلب عليها الانفعال والتأثر، وذلك ينعكس على تقديرها للأمور لما تراه أو تسمعه. ولكمال شهادتها يستلزم وجود امرأة أخرى، إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وهذا ليس انتقاص من قدر المرأة، ولكنه مراعاة لطبيعة الرجل والمرأة بوجه عام. وأحب أن أؤكد لك يا أختي أنه لا مفاضلة في العقيدة بين المرأة والرجل. نريد من الأمم المتحدة ألا تكون شكلاً فقط تكتفي بالتوجع والتأسف والشجب والاستنكار، ولكننا نريدها قوة قادرة على دفع الظلم ونصرة المظلومين في كل مكان، وبذلك تكون قد جاءت بما سبق إليه الإسلام في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، صدق الله العظيم. أراد الله سبحانه في هذه الآيات الكريمة أن يلفت أنظارنا إلى أن التكامل بين الليل والنهار كالتكامل بين المرأة والرجل. ومن حكمة الله سبحانه أنه وزع المسؤوليات في هذه الحياة بين المرأة والرجل، فالرجل وظيفته السعي على الرزق، والمرأة مهمتها أن تقوم بأعمال البيت ورعايته. وإذا وجد الاستثناء الذي يستوجب عمل المرأة فيجب أن يكون العمل متفقاً مع طبيعتها الرقيقة، بشرط ألا ينتقص ذلك من حق الزوج أو الأبناء. الصحوة الإسلامية اللي موجودة عندكم هنا في كندا واللي في العالم الغرب كله دلوقت شيء طبيعي بعد أن فشلت كل الأنظمة الشيوعية والرأسمالية وغيرها في خدمة شعوبها، والهجرة لم يحرمها الله، فالإسلام يأمر بالسعي في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام، كل الأنام. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض للناس كله، ما عملش حدود، لكن الاستعمار بقى الله يجازيه عمل الحدود بين الدول عشان يخلق النزاع بينهم ويلاقي هو ثغرة ينفد منها. ولو تركوا الأرض كما خلقها الله لما وجدنا شعبا يموت من الجوع وشعبا آخر يرمي ما يفيض عن حاجته في المحيط. ونصحت لكل إخواننا المسلمين اللي بيعيشوا في الغرب أن يحكموا تربية أولادهم
حتى يتمسكوا بدينهم، وحتى لا يتأثروا بالتقاليد الغربية التي توجد في المجتمعات التي يعيشون فيها. ولكن إذا تأكدتم أنكم عاجزين عن التمسك بتقاليد دينكم، عليكم بالعودة فورا إلى وطنكم، لأن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وحشتنا قوي 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 يا رب. نور يا رب. ازيك يا رب؟ انتوا اللي وحشتوني قوي يا اولاد. الله يكرمك. نورت بيتك يا رب. الله يكرمك يا فاطمة. قلت اخلي شوية من الاجازة اقعدهم معاكم قبل ما ارجع السعودية تاني. احنا لسه قدامنا يجي 20 يوم. وانت يا سامي طمني، عملت ايه في الاجازة دي؟ سامي يابا طول النهار قاعد في مكتبة الازهر، ويرجع البيت يقعد يكتب. يا عبد الرحيم، عايز اخلص البحث اللي بعمله عن الفقه المقارن. التدريس في السعودية ما بيدينيش اي وقت ان اعمل اي شيء تاني. الحق يابا، سامي عايز ينافسك. بتقولي ايه يا فاطمة؟ انا هروح فين جنب ابوكي؟ الناس كلها عارفة ان انا ابن الشعراوي، ودايما يسألوني. قلت بقى الايمها شوية. لا يا سامي مش شوية، انا عاوزك تشد حيلك قوي. ايوه، وتخلي المثل يقول يخلق من ظهر العالم عالم. ان شاء الله. وانت يا غلباوي عملت ايه الصفية دي؟ اضعها كلها في دقادوس، كل يوم والتاني هناك. ايوه، امال ايه يابا؟ بروح الزرعة. تعرف يابا انت لو غفلت شوية ما تلمش الايجار. اهو انت يا عبد الرحيم بتعمل الحاجة اللي طول عمري كان نفسي اعملها، قاعد في الارض بتزرع وتقلع. ايه الكلام ده يابا؟ ده انت كفاية سكتك مع ربنا. وهو الزرع مش سكة ربنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فتأكل منه بهيمة أو طير أو إنسان إلا وكتب له أجر. أنا يابا قصدي سكة العلم والتجلي اللي ربنا ادهم لك. اللي يتأمل الأرض والزرع يا فاطمة يوصل لربنا أكتر من اللي يقرأ 100 كتاب. وفي القرآن الكريم فيه أكتر من آية بتشير لكده. يقول الحق سبحانه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وفيه آية تانية بتقول: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. صدق الله العظيم. آبا وحشتني قوي يا أبا. لو وحشتك كنت استنيتني مع أخواتك. والله يا أبا ما أعرف غير النهاردة الصبح، أصل أنا بقالي كام يوم كده في الفيوم عند جماعة أصحابي. النهاردة بكلم فاطمة في التليفون قالت لي إنك أنت هتوصل النهاردة، أخدت العربية وطيران. أهي العربية دي اللي مخلياك تجري هنا وهنا. أيوة يا أبا، بس ما بفرطش في حق ربنا وما بعملش حاجة تغضبه، انما الاجازه اتفسح فيها زي ما انا عايز. امال هم سموها اجازه ليه؟ اهو ده يابا اللي واخد راحته على الاخر، لبس وفسح. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. ايوه يابا، بس ده ابن الشعراوي. وهو الشعراوي ما بيتفسحش يا فاطمه؟ طب بالك الصفيه دي على قد اللقاءات الدينيه اللي عملتها، مفيش بلد من بلاد بره رحته إلا واتفرجت على المعالم السياحية كلها. طب يابا هتروح دقادوس إمتى؟ الناس كلهم مستنينك وبيسألوا على إيه؟ مظبوط. على طول يا عبد الرحيم إن شاء الله. أنا فعلا اتأخرت عليهم وفي مشوار مهم عايز أعمله، بس عايز حد من إخواتك البنات معايا. مشوار؟ مشوار إيه يابا؟ عايز أعزي الست بدرية في ابنها إسلام. اتكلم يا شيخ أمين، قول اللي أنت عايزه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عارفة أنت عايز تقول لي إيه. عايز تقول أنا ياما نصحتك عشان ترجعي عن الطريق اللي أنت ماشية فيه، ما سمعتيش كلامي، كملتي سكتك، مش كده؟ هتقولي ربنا اداك الفرصة مرة واتنين عشان ترجعي عن طريق الغواية، وفي الآخر اداك الجزا اللي تستحقيه وموت ابنك. ما تقول سكت ليه؟ جرالك إيه يا بدري؟ هتقولي ربنا ما ظلمكيش لما اسلام مات، انت اللي ظلمتي نفسك. مش ده اللي انت جاي تقوله لي؟ استغفر الله العظيم. لا يا بدريه مش ده،
أنا جاي لك عشان حاجة تانية. أنا هبعت دعوة من السعودية لفاطمة بنتي وجوزها محمد عشان يحجوا السنة دي. تحبي تحج معاهم؟ حج؟ يا ريت يا شيخ أمين، بس أنا ما معيش فلوس، والفلوس دي ما تنفعش، دي فلوس الكازن. أنت مالكيش دعوة بالمصاريف، أنت المهم تنوي الحج. يا ريتني حجيت من زمان، يمكن ما كانش يسلم فارقني ولا فارق الدنيا بحالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إسلام شهيد يا بدرية، والشهيد ده يتمنى يرجع الدنيا تاني عشان يستشهد من جديد. طب ينفع حج له هو؟ لا ما ينفعش، لازم تحج لنفسك الأول، والسنة الجاية إن شاء الله تحجي له. يعني ما ينفعش هو الأول؟ اسلام ده ما تخافيش عليه، ده مش بس بينجو بنفسه، ده الشهيد بيشفع لسبعين واحد من اهله. طب قولي يا شيخ امين، هو ان يعني كده ان شاء الله لما حج ربنا هيغفر لي كل اللي فات دي؟ ان شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. ربي يخليك يا شيخ امين، انت ليه ما جيتش من زمان عشان تقولي الكلام اللي يبرد قلبي ده؟ ما هو يا بدرية جت ظروف وفاة والدتي وبعدها ستي وسافروا بر. على العموم انا لسه قاعد في مصر كام يوم قبل ما ارجع السعودية ان شاء الله، لو احتجت حاجة بيروح الفاطمة. انت بس داي يا شيخ امين. ربنا يثبتك ويقوي ايمانك، بس احب اقولك حاجة، الايمان عشان يترسخ في قلب البني آدم لازم له قوتين، قوة تمنعه عن المعصية وقوة تدفعه للطاعة. سلام عليكم. السلام. مع ألف سلام. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، أي تأدب في القول وانسب الفعل إلى من بيده عناصر الفعل، فهو سبحانه يملك حياتك يبقيك حتى تفعل ما تريد أو ينهي حياتك قبل أن تفعل، وهو سبحانه يملك القوة التي يمنحها لك لتفعل ما تريد أو يسلبها منك قبل أن تفعل ما تريد. وهكذا فإن إتمام الفعل وحدوثه لا يتم إلا بمشيئته سبحانه،